أنت لا تظن أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بماذا؟ بالكسل. لا والله. تظن بن عثيمين يعرف الكرة؟ تظن بن باز رحمه الله؟ بن عثيمين والله إخواننا ما يعرف التفاحة، كان تفاحة ما يعرفها، عطوه تفاحة ذهب إلى البيت ورجع للشيخ قال إيش أصنع فيها. هو لا يعرف هذه الأمور. تسأل الشيخ عن أدق مسألة في المواريث، في النحو صحيح، في الطهارة، في الحدود، في القضاء، في كذا، يفصلها لك. نعم اسأل من شئت ممن رأى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، اسأله هل رأيت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته سوداء؟ يقول لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعد أن شاب. كان يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله طالب أو طالبين فقط، 23 سنة تقريبا يدرس الشيخ طالب أو طالبين. عندما كثر الطلاب وأصبحوا 1000 أو 2000 يقول طريقة الشيخ واحدة، أداء الشيخ واحد، تحضير الشيخ واحد. لماذا؟ إخلاص، يعني ما تغير الشيخ، ما يهتم يجلس واحد أو يجلس 1000، ما يضر.